مرحبا بكل الناس اللي على الزوم كول. احنا بس هنستنى دقيقة واحدة يكون الناس كلها دخلت ونبدأ على طول السيشن بتاعتنا مع ضيفنا النهاردة. اوكي بيرفكت. اول حاجه برحب بيكم كلكم وبشكركم كلكم ان انتم موجودين معانا النهارده في الكول او في على فيسبوك لايف. ويعني يا رب يكون النهارده يوم يعني يكون خفيف عليكم في الصيام او في رمضان ان جنرال، ويكون ان شاء الله السيشن النهارده يكون مفيد ليكم جميعا باذن الله. احب اول نبدا كده بانتروداكشن سريع عن البرنامج بتاعنا اللي احنا عاملين السيشن دي جزء منه، وهو جرين جروث او برنامج النمو الاخضر. برنامج النمو الاخضر هو برنامج بتنفيذ فارسك سابس بس من تحت اشراف يو ان دي بي والحكومه الدينش جوفرمنت. ودلوقتي هو عبارة عن إن إحنا بنimplement أو بنساعد المشاريع اللي هي بتركز على العنصر الأخضر أو in general بتساعد على النمو الاقتصاد الأخضر. فأي شركة بتحاول إن هي تضيف أو بتساعد في حتة إن هي تضيف حاجة بتساعد الـ environment، بتساعد بتقلل الـ emissions، بتساعد في توفير الـ energy او في اي نوع من انواع الاقتصاد الاخضر، احنا بنساعده ان احنا بنسرع نموه، وبنساعد ان هو يحط وينمي الشركه بتاعته في الحته دي، وبنساعده ان هو يتعرف على مستثمرين ويتعرف على مؤسسات تمويليه، وان هو يتعرف اكتر على ازاي ممكن يضيف عماله، ازاي انه يعمل كذا حاجه. فده بيسكلي اختصار البرنامج بتاعنا. البرنامج المفروض ان الديدلاين بتاع التقديم او الميعاد النهائي للتقديم هو بكره يوم 24، فارجو اللي عنده ابلكيشن او حابب يقدم هنحط لكم اللينك في الزوم كول وتشرفونا او تخلصوا الابلكيشن بتاعتكم، عشان في ناس كتيره مقدمه وبتستنى لغايه اخر ديدلاين عشان تخلص الابلكيشن بتاعتهم. يا ريت تخلصوها النهارده او تخلصوها بكره بالكتير، علشان ولو محتاجين اي مساعده هنسيب لكم زوم لينك برضو تقدروا او الايميل بتاعي تقدروا تبعتوا لنا ان انتوا لو في اي مشاكل بتواجهكم في التقديم. ولو حد عنده اي سؤال بليز يعني سيبوها في منطقه الاسئله during السيشن، واحنا في اخر السيشن هنرد على كل اسئلتكم احنا وضيفنا ان شاء الله. معانا النهارده الاستاذ حاتم الجمال. أستاذ حاتم النهارده هيتكلمنا من Empower Capital، سي او Empower Capital، وهو النهارده هيتكلمنا على ال يعني هيكلمنا أولا عن الجيرني بتاعته هو شخصيا في مع Empower Capital وفي الجرين ايكونومي ان جنرال، وازاي ان احنا نعمل مشروع او عنصر اخضر ناجح في مشاريعنا. فأحب ارحب بيك، ويعني أستاذ حاتم اتفضل. اهلا وسهلا بيك يا سيف، واهلا بفلات 6 لاب، واهلا بالاودينس كلهم. طبعا ده شرف كبير ليا ان انا اجوين معاكم الويبينار الظريف دوت. يمكن كان لسه سيف بيتكلم من شويه على الحته اللي تخص حته الجرين ايكونومي. طيب اما هنيجي نبص للجرين ايكونومي، طب ما دام في جرين يبقى ده معناه كان في لون تاني. طب هو ايه اللون التاني في الاول؟ اللون التاني يمكن مينلي هو الجراي. وليه لو ناب الجراي؟ لان هو اللي للاسف خلانا نقدر نعيش النهارده في التغيرات اللي احنا بنشوفها كل يوم. وانفورشنتلي احنا اتاثرنا في مصر بالمانجا. يمكن واخد المانجا كاكزامبل بسيط، لكن هو ان احنا خدنا امباكت كبير جدا ان حصل فعلا كلنا حسيناه تغير في المناخ في مصر والعالم كله.
كلايمت تشينج اللي حصل ده كان ليه دايركت امباكت على كل الديتيل بتاعت كل حاجه في حياتنا انتم ممكن ما تتخيلوهاش. بس خلينا نقول دايما ان دايما التشالنجز ذات وير فيسنج اكشولي جلوبالي في اي حته او اي مشكله هو بيجي دورنا احنا واحد واحد من اصغر واحد لاكبر واحد الانتربرنورز، لان احنا بيبقى عندنا بنقدر نشوف وسط التشالنج ده فرصه تقدر تخلينا نعمل نكريت بيها بيزنس مختلف. وهو ده بالظبط اللي احنا عملناه في باور كابيتال، وده اللي هنتكلم عليه النهارده. زي ما بنتكلم سيف يعني يمكن هناخد في التوك بتاعتنا 3 بارتس. بارت الاولاني احنا بنعمل ايه وايه الفاليو بتاعتنا، البارت التاني ايه التشالنجز اللي قابلتنا وايه اللي هم الحاجات الاساسيه اللي نقدر بيها او what we did to overcome التشالنجز دي، واخر حاجه هتبقى البارت بتاع طب هو where we can do and what we can do في الماركت ده. اوكي طيب هنبتدي في الاول كده. اما نيجي نبص كده ازاي قدر نطور اللمبة عمره ما كان ماشي بالطريقة التقليدية لتطوير الشمعة. وانا يمكن بحب الكوت شوية، يعني واخد كذا كوت في الديسكشن بتاعتنا عشان هي فعلا فور مي بتريبريزنتس حاجات كتيرة جدا. ان احنا لو مشينا على نفس الباثوي اللي مشينا عليه باي طريقة تانية وحاولنا نطوره هنوصل دايما لنفس النتائج او سلايتلي تحسنت، بس لازم نبدأ نطلع بره البوكس خالص. طيب ايه اللي احنا عملناه لما طلعنا بره بوكس في امباور؟ احنا كامباور بنلعب في 3 مين ماركتس، فيرتلايزر ماركت، انرجي ماركت، وايميشنز ريدكشن. وقدرنا نطلع من وسط اكبر تشالنج في الماركت اللي هو الاورجانيك ويست، لان دايما زي ما احنا عارفين او هناخدها في نوضحها في الاخر ان الويست مانجمنت واحد من اهم ادوات الاقتصاد الاخضر، لان الويست هو اكبر تشالنج طلع من بعد الثوره الصناعيه، وبقى عندنا فوليومز اوف ويست غير طبيعيه ذات وي كانوت هاندل. وات سيرتن ستيج العالم كله يبقى عباره عن بيج بايل اوف ويست، كومه كبيره من ويست. فخدنا واحد من اكبر تشالنج اللي هو الاورجانيك ويست وقدرنا نشتغل عليه، طلعنا منه فور جروبس اوف برودكتس: الالكتريسيتي، بايو جاس، جرين فيرتلايزرز، وديكربونايزيشن سولوشن. ده عملناه بالايه؟ بالبايوتكنولوجي، استخدام مجموعات من البكتيريا قدرنا نعمل لها ديفلوبمنت تقدر تعمل دايجيشن او هضم للاورجانيك ويست، وطلعنا منه البرودكتس دي. طيب هنيجي نبص على احنا ستارتد امتى؟ ستارتد اول شغل لينا خالص 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 كفكره 2014، وجينا عملنا اول بروجكت ممكن فيري سمول بروجكت هو على اليمين فوق ده. ده حاول كلفنا حوالي 600,000 جنيه، ومنه ابتدينا بقى مجموعة البروجكتس بتاعتنا. احنا بنعمل ايه؟ بنخش على اي مكان فيه كمية كبيرة من الاورجانيك ويست. يعني ايه اورجانيك ويست؟ اورجانيك ويست ببساطة شديدة يعني سباخ ابقار، مخلفات تصنيع زراعي، مخلفات الصرف الصحي، مخلفات بواقي التصنيع الغذائي، مخلفات الطعام، اي مجموعة من المخلفات دي بتخش كلها عندنا في حاجة اسمه الدايجستر. الدايجستر ده بيعمل عمليات فيرمنتيشن او تخمر، بيطلع لنا جاس وبيطلع لنا دايجستيت. الجاس اللي بيطلع ده هو يعتبر شبيه اشبه حاجه للغاز الطبيعي. فما دام معاك غاز طبيعي فبتعمل بيه، بتطلع بيه كهرباء او بتستخدم كمصدر للغاز، تحطه في عربيه او تحطه في مصنع. طب ايه بعد ما طلع الغاز واستخدمناه اللي اتفضل هو ايه؟ هو الويست. وحته الدايجستيت دوت او المهضوم اللي احنا قدرنا نستخدمه كسماد هو دوت الايدج بتاعنا الحمد لله، يمكن ربنا وفقنا فيه كديفلوبمنت، وبقينا احنا الشركه الوحيده على مستوى العالم ما تقدر تعمل النو هاو دي، اننا قدرنا نديفلوب بالمايكروبس اللي احنا بنستخدم فيري هاي كواليتي فيرتلايزر، بيغير شكل السويل اللي بيدي للنبات اضافه مختلفه من الخصوبه اللي هو مش متعود عليه. فده كده الكونسبت اللي احنا بنعمله، وفي موجود في الاربع بلانس اللي انتم شفتوهم الحمد لله. يمكن البلانس ديت خش النهارده في حوالي 21 مليون دولار، واختارت كل ده باي ذا واي ب 6000 جنيه. اوكي طيب تاني بيلر من اهم البيلرز في اي ستارت اب هو التيم بتاعها. يبقى عندك دايفرسيفايد تيم او ليدرشيب تيم، التيم اللي يقدر فعلا ياخد اي بزنس وينقله لحته تانيه، ويكون التيم ده
عنده فعلا بزنس اندرستاندينج مختلف. ويمكن الفاوندرز كان انا او هيثم اخويا اللي قدرنا نعمل الدسكشنز ونعمل الاستراكشر بتاع التيم من اول احمد الطوبي وعلي الشريعي وايمن. فعلا قدرنا نستراكشر جود بزنس موديل فاينانشلي وبانكبل. ويمكن البانكابيلتي دي هي واحده من اهم البيلرز اللي ممكن نعملها سيشن لوحدها، ازاي تو بيلد ا بانكبل موديل، because this part is extremely important. واي ثينك ذات 6 لابس ديفينتلي هيقدر يكفروا الحته دي معاكم بطريقه احسن مننا كمان. اوكي طيب، البيزنس موديل بتاعنا اللي احنا قدرنا ديفلوبه ببساطه شديده، مش هنخش في الكانفاس وغيرها. ببساطه احنا عندنا سبلايرز للرو ماتيريال، ان كانت مثلا جفرنريتس ويست ووتر تريتمنت، او كاو او تشيكن مانيور فارمز مزارع كبيره، او بنعمل حاجه مخصوص كده اسمها دايركت انرجي كروبس، بنستخدم انواع من المحاصيل بتخش من تتزرع عشان تنتج لنا الطاقه، بتخش جوه البايوجاس بلانت، بنطلع التو برودكتس او البرودكتس بتاعتنا. البرودكتس بتخش دايركتلي على الفيرتلايزر، على المزارع، الكهرباء على شبكه الكهرباء او المستهلك، البايوجاس بيروح كسي ان جي كومبريس ناتشرال جاس، او بيخش ليه مصانع الاي ميثانول نتكلم عليها كمان شويه. فاينلي الكربون كريدتس. طيب خلينا نتفق اتفاق، وممكن دوت هيبقى واحد من اهم التوبكس تحت، بس هو از فيري امبورتنت هنا، هي ايه الكربون كريدتس؟ انا النهارده انا عندي في مجموعه من الغازات، ثلاث غازات اساسيه اللي هو غاز سي او 2، ميثين، والنيتروس اوكسيد. الثلاث غازات دول اي محاوله لتقليل انبعاثهم او خفض الموجود منهم في الجو ده بيعتبر اكشن بيحسن جدا جوده المناخ. فبموجب ده بيطلع في عندي تو مين ستاندردز، واحد اسمه فيرا ستاندرد وجولد ستاندرد. احنا ماشيين على فيرا ستاندرد، بتاخد كريدتس تقدر تبيعها، ونحط تحت دي 100 خط اللي انت في بعض الميثودولوجيز اللي انت تقدر تعملها، مش كانتربرنور كمايكرو انتربرنور برضو تقدر تحقق بيها كاربون كريدتس. ممكن دي جيرني خدت مننا 3 سنين لحد ما نوصل الحمد لله ان احنا من اول شركه في الميدل ايست معناها كريدتس في الانرجي اللي طالعه من الويست. اوكي طيب، زي ما قلنا على الفيرتلايزر بتاعنا، الحمد لله عندنا النهارده 7 مليون طن من المحاصيل طلعوا اكروس ايجيبت واكسبورتد منهم حوالي 2 مليون طن. دول قدرنا نطلعوا باستخدام البرودكت بتاعنا، فاحنا مش بنتكلم على سمول سكيل خالص الحمد لله. يمكن ابتدينا الاول بثلاثة قارات بس، it's a journey that we went through. تاني بوينت بقى، ودي يمكن اللي يقدر يبقى فيها كمية development غير طبيعية، واحنا we started فيها we definitely ان ال entrepreneurs يقدر يجوين فيها، ال part بتاع ال gases industrial green gases. ال industrial gases دي من اكتر الحاجات اللي في الماركت النهارده اللي بدات يبقى ليها ديماند كبير بعد ما حصل فيها تشالنجز من الاستيراد لاغلبها مستوردها. فقدرنا احنا نقدر نديفلوب اول جاس البايو جاس، وتاني جاس اللي هو الجرين سي او 2. لو احنا كلنا شايفين ومتابعين عارفين ان النهارده الجرين هيدروجين از تيكينج ا هايب غير طبيعيه عندنا، ومصر التارجت بتاعها تبقى 5% من انتاج الجرين هيدروجين جلوبالي is generated عندنا. يعني ايه 5%؟ 5% للجرين هيدروجين عشان استخدمه كهيدروجين is very tough to store. فالحل دايما ان احنا ناخد الجرين سي او 2 ونمكسه مع الجرين هيدروجين to generate الاي ميثانول اللي هو تاني برودكت. والحمد لله مصر النهارده started to be a hub for ميثانول مع استخدام الجرين هيدروجين. فده الماركت ده لوحده هيحتاج انفستمنت للجرين سي او 2. ازاي اقدر اطلع كميه محترمه من الجرين سي او 2 يطلع من عمليات التخمر او الفيرمنتيشن بتاع اي اورجانيك ويست باي فوليوم؟ انا لوحدي اقدر افتك من اي فوليوم اي حد سبلاي. فعندك مثلا هنا فيري بيج اريا. تاني حاجه او تالت حاجه بقى، سي ان جي كومبريس ناتشرال جاس، سمبل تكنولوجي تقدر تكمبريس بيها الجاس. عندنا هنا فيري بيج اريا اوف ديفلوبمنت. طب ليه الاندستريال جاسز بقت فيري امبورتنت؟ عشان النهارده بعد حرب روسيا السبلاي بتاع الناتشرال جاس قل، فبدا كله يدور على ريبليسمنت
ليه ناتشرال جاس، ودوت اللي ادى مصر بوش قويه جدا جدا الفتره اللي في الاول، قدرت تعدينا جزء كبير من تشالنجز الكورونا ما صدرنا غازنا. بس النهارده يوروب بتتكلم عايزين يوصلوا 20% ريبليسمنت من الجاز استخدام باستخدام اندستريال جرين جاسس بتطلع من سيمبل فيرمنتيشن بروسيسز. فعندنا هنا هيوج اريا اوف ديبارتمنت، واحنا النهارده واخدين تو جاسس منهم، اند وي كود سبورت اي حد هيبدا يخش في او بيفكر يديفلوب الحته دي. اوكي طيب، اما نيجي نبص امباور امباكت بقى على الكلايمت، انا احنا الفاسيليتيز بتاعتنا زي ما انا قلت من شويه ان احنا موجودين على فيرا ستاندرد ماشيين عليه في الكربون كريدت ايميشنز ريدكشن. المحطات بتاعتنا اللي احنا عاملينها ايكوالز 765 ايكرز اوف فريم فورست، يعني كانك عامل تقريبا 760 فدان من غابة استوائية. كمية التنقية اللي بتحصل باستخدام المحطات بتاعتنا equals 760 فدان، كل ده بنعمله باستخدام البكتيريا اللي بنشتغل بيها. طيب ده امباكت ايه عندنا؟ امباكت ان في نوع جديد من الانفسترز، هو مش جديد، هو ممكن بالنسبه لنا في مصر جديد، اسمه امباكت انفستر. والامباكت انفستر عشان يخش تو انفست في اي ايديا بيبدا يبص في ان ايه الامباكت بتاع الفلوس دي، انا داخل اكسب، انا مش داخل متبرع، اتس نوت ا جرانت، انا داخل اكسب وداخل اخش اكسب معاك. بس يهمني جدا ان كل دولار احطه في الشركه عندك الاقي ليه بوزيتيف امباكت ايضا على الكوميونتي او على الكلاينت. وهو ده بالظبط اللي بيحصل بالنسبه للاوبريشنز، الاوبريشنز اللي بنتكلم فيها ان بيبقى ليه بوزيتيف امباكت على الاوبريشن، مش بس امباكت في الكلايمت. نو انا عندي الاس دي جيز، وما دام انت داخل في الجرين ما عندناش وقت نتكلم فيها، بس دي اهداف طلعت من فور سستينبل ديفلوبمنت. احنا هما 17 واحد، احنا بالاوبريشن بتاعنا قدرنا تسيرف 12 من ال 17، ده رقم كبير جدا ان انت تسيرف 2 اور 3 بس، ممكن طبيعه شغلنا متشعب بالويست. فاحنا بنقدر تسيرف الكلايمت باربعه مين باثويز وفي الريسورسز افيشنسي نفس الطريقه، ان احنا بنقلل الكربون ايميشنز، ان احنا بنكابتشر الميثان ونطلع بيه طاقه بديله للطاقه الطبيعيه كانرجي. تاني حاجه بس بريبليس المينرال فيرتلايزرز اللي هي الاسمده الكيميائيه اللي عشان انتجها بستهلك كميه كبيره جدا جدا من الطاقه زي النيتروجين، وفي نفس الوقت بقلل استهلاكها في التربه فبحافظ على السويل هيلث احسن بطريقه احسن. الاورجانيك ماتر او الماده العضويه بتضاف للزراعه بتقلل الاحتياج لكميه الميه في التربه، فلما تقلل تعمل الريدكشن ده فانت بتسيف مور ووتر. وفاينلي حاجه بنسميها سستينبل فارمنج اللي هو بيديني ان انا السويل بتاعتي بنمي فيها مجموعه من البكتيريا، البكتيريا دي بتسحب ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في السويل في الهواء وتحطه كجزء كبوليمر وجزء من ستراكشر السويل. فانا كده قدرت اسيرف الكلاينت بثلاثه ديفرنت ميثودولوجيز اقلل له الامباكت او الفوت برينت بتاعته. ونحط تحت الكلام ده حاجه مهمه جدا، ان انا ابتديت عندي زي ما قلنا في الاول عندي ثلاث ماركتس بشتغل فيهم فقادر اسيرف الكلاينت بكذا حاجه. النهارده الكلاينتس بتاعتنا عندهم نيد واضح اللي هم، ونركز في الكلمتين دول عشان هجي اعمل سلايد ليها مخصوص، المالتي ناشونال كومبانيز، كل الشركات المالتي ناشونال. تاني حاجه سي بام امباكتد كومبانيز، هنتكلم عليهم لان دول محتاجين ديماند غير طبيعي الفتره الجايه. هيحتاج ايه؟ انا النهارده انت بتبيرن انرجي فانت محتاج رينيوبل سورس او سورس بديله، فبديك بداله بايوجاس او هديله مكانه سولار او ويند او هديك جيو ثيرمال او هنديك بايو ماس تولع فيه اتسيتيرا او هديك ار دي اف. السولوشنز دي كلها وانس انها هتخش في سكوب 1 اللي هو الدايركت بيرند في كربون فوت برينت، فعشان اقلل البصمه الكربونيه او الكربون فوت برينت بتاعتي هستخدم النوع ده.
تاني سكوب اللي هو فيه البوت سيو 2، انت لما تيجي مثلا تشتغل هتضطر تشتري مثلا، خلينا ناخد نفس الاكزامبل ماشيين عليه، سماد كيميائي زي اللي هو النيتروجين، يوريا مثلا، يوريا دي عشان تتصنع تم انتاج استخدام كميه كبيره جدا من السي او 2، فان انت تقدر توجد بديل ليها باستخدام مثلا مجموعات من البكتيريا اللي بتثبت الازوت، فكده الفارمر ده نفسه مش هيحتاج نفس كميه النيتروجين، فانت قللت سكوب 2 اللي بنسميه البوت سي او 2. تالت سكوب البيوند وهو الاجرو فورستري، واي ثينك احنا عندنا فيري فيري جود بوتنشال structure and agroforestry projects and we could cooperate مع اي ستارت اب could focus عليها، نعمل موديل مع بعض. تمام، ان كل الكلام ده بقى قدرنا نوفر للكلاينتس تشتغل معاهم، وهي دي اكتر حاجه عجبت الكلاينت، one stop shop for carbon footprint reduction. اشتغل معاه على 3 سكوبس، دايركت وانديركت والبيوند اللي هو بيطلع بره انه يزرع شجر عشان يقلل الكربون، هيوزع وحدات بايوجاز صغيره على البيوت يقلل بيها الكربون الفوت برنت، الكربون فوت برنت بتاعته، اتسترا اتسترا. لما نحط كل دول جنب بعض قدرنا نوفر، نبقى ممكن دي بقى خلاصه الفاليو بروبوزيشن بتاعنا، ان انا بديك نفس البرودكت والسيرفيس اللي انت متعود عليها من الجراي ايكونومي بتاعك، كنت بتجيب غاز طبيعي، كنت بتجيب اسمده، هديها لك بذا سيم كوست. وقدرنا نكسر تابو كبير جدا اللي هو ان دايما اي جرين سولوشن لازم بيبقى اغلى، لازم بيبقى اغلى، لازم بيبقى اغلى من السولوشن. نو، انا بديك ات ذا سيم كوست. فقدرنا، يمكن دي كانت اكبر ديفلوبمنت عندنا، وان انت انا عندي وان ستوب شوب هقدر اسيرف ليك السولوشن كله. طيب ده بنعمله مع بعض نفس الوقت عشان اقدر اديفلوب سولوشن للكلاينت. يمكن دي اهم واصعب حاجه في الجيرني، ان قدرنا نديفلوب فول ديتيل سولوشن اقدر اغطي بيه النيد دي كلها عند الكلاينتس. طب هو الجرين ايكونومي از جروينج، انا ما هتشوف وير ام اي جوينج نيكست هتعرف بالظبط. انا النهارده عندي فور بلانتس، مطلوب مني سته تانيين، السته تانيين دول within the next 2-3 years بنديفلوب 10 new products we're investing heavily في sustainable agri. طيب ليه كل ده بيحصل؟ لسبب واحد بس، السيبام، وعاملين له سلايد مخصوصه كمان شويه. اوكي؟ طيب اما نيجي نبص على الامباكت بقى، ودوت اهم حاجه ما دام انت دخلت في الجرين ايكونومي تو educate yourself about it، ان الايميشنز ريدكشن زي ما كنا بنتكلم، والاس دي جيز دول should be your middle name، عشان اما تقيس الامباكت. مثلا الحمد لله لينك الاوبريشن بتاعتنا كل دولار وي انفست ان اور اوبريشن بيقلل 227 كيلو جرام اوف سي او 2 ايميشنز، وده واحد من اهم الكي بي ايز اللي بيبص عليه اي امباكت انفستر. اوكي، طيب دي كده كانت خلاصه الجيرني بتاعتنا والفاليو ذات وي اد للكلاينت. ان انا دايما حتى بقعد اهزر واقولها ان احنا في الاوبريشن بتاعنا احنا عملنا بير غاز اكبر من بير زهر. ليه اكبر من بير زهر؟ لان البير ده فعلا هو اللي ما بيخلصش، كوس رينوبل، مش هيوصل لشويه ويخلص. ما ممكن بير زهر احنا نقدر نجيب الاستورج اللي فيه كمان 200 سنه، بس بعد 201 احنا برضو لسه ستيل كونتينوسلي وركينج كونتينوسلي سبلاينج جرين جاس. طيب لو هنيجي نبص ايه اكبر اربع، هنقول ايه، سمات شخصيه الواحد كان لازم يبدا يحطهم كور في حياته كاز ان انتربرنور، اول واهم واحده الاجيليتي، ان انت يبقى عندك اجيليتي وقدره على الادابتيشن مع كميه التشينجز والتشالنجز اللي انت هتقابلها، ريزيلينس غير طبيعي، لان وات اي بروميس يو يو كل البلانز اللي انت هتحطها اول 5 ل 10 سنين مش هتتنفس خالص، حاجات هتبقى احسن بكتير، حاجات اسوأ بكتير. اوكي، فيبقى عندك الريزيلينس والبرزيستنس. نحط تحت كلمه برزيستنس دي، ممكن نكبرها نخليها تاخد السكرين كلها، لان البرزيستنس فعلا نقطه الميه بتنزل الحجر كل يوم كل يوم كل يوم تخرمه، فالبرزيستنس هو اللي هيخليك تعرف توصل لاخر واحده اللي هي الماركت اندرستاندنج. توصل اندرستاند الماركت بتاعك صح، تقدر تفرب سولوشن صح،
لان انا كنت كل ما اخش للكلاينتس، كل مره اخش للكلاينت مش قادر اقول له انا مين، طب انا بعمل ايه، طب ايه الفاليو ذات وي اد. وانس قدرنا نخلي السولوشن بتاعنا وان ستوب شوب، قدرنا نقدر نخلي الكلاينت يسمع بريزيستنس. احنا من بنتكلم من 2014 لحد النهارده اولموست 10 ييرز اوف ديفلوبينج سولوشن. في كده كلمه مهمه قوي ليك كانتربرنور عشان تقدر تتحرك، اللي هي بتاعت ان ثينك سلو اند اكت فاست. خد وقتك على قد ما تقدر في الثينكينج. لازم السولوشن ديفلوبمنت محدش هيعمله غيرك، واكبر ميث محطوطه في دماغك ان انت النهارده once you are able to raise some fund and some money كل حاجه اتحلت، كل المشاكل اتحلت. نو no. بعكس، مشاكلك هتبتدي لان انت you did not spend enough time انك to develop a solution that you need that will have a perfect market fit. طب هت market fit بايه؟ بتستنج. هتاخد تست وترجع، تست وترجع، وكمبليت بريزيستنس از فيري امبورتنت عشان تقدر تو ديفلوب السولوشن. وات ويل جينيريت ذا ماني اند ذا فاليو از ذا سولوشن. بس عشان تتاكد ان هو عندك ماركت فيت وعندك الاجيليتي اللي تقدر تغير بيها السولوشن بتاعك لحد ما يبقى فعلا السولوشن قادر يوفر البروميس ذات يو بروميس الكلاينت في الحته دي. الجرين ايكونومي از جروينج لايك هيل، و السلايد دي يعني ايه، واز ا فيري تاف سلايد، فيري تاف. كنا عملنا برزنتيشن كده انترنالي اول ما او جويند البورد الجديد ده، عمري ما انسى البرزنتيشن دي. قدرت سامرايز كل الميستيكس اللي قدرت تبين كل الكاش اللي معانا وتعمل لنا ايه كل التشالنجز اللي احنا شفناها. عارفين حتى لما فتحتها دلوقتي عارف ايه، لمست هيستوري كتير صعب لان الرود كان فيري فيري جورني، كانت فيري فيري تاف. بس لازم يبقى عندك انت زي ما قلنا البريزيستنس انك تكمل. يمكن احنا اتكلمنا عليها في السلايد كلها اللي فاتت، بس لازم برضه انكم مش متخيلين. عارفين الانفستمنت والموديلنج ده، ان انا عملنا موديل وشفنا بروجكشنز شكلها عامل ازاي والدنيا كانت بيرفكت وكل حاجه وير ستادي نو ستراكشرد، ذات جيف اس 40 مليون ايجيبشن باوندز ميست اوبورتيونيتي. ان انت النهارده كنت هتجنريت قد كده وهعمل قد كده وكولكت قد كده، وحطينا الفلوس وريست فلوس من الانفسترز والبنوك and we're not able to succeed. That was the biggest problem. بعدها solution، زي ما قلنا ان انت once you had the perfect solution، بص العجله هتدور زي النار. بس امتى؟ you have the solution invest in it a lot. التيم والكاباسيتي، تيم 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 تيم. من شاور الناس شاطر عقولهم. التيم من البوردز والمنتورز اللي انت محتاجهم، وفلات 6 لاب وكل اكسلريتس، they have perfect mentors to support you throughout your journey. proper market understanding. الاربعه دول cost us at the beginning more than 60 million Egyptian pounds of loss. It was tough, بس it helped us a lot to reach the point اللي احنا فيه النهارده. طيب، خلينا بقى نبص على الجرين اندستري فيوتشر. هو الجرين في السيكتور بتاع الويست ده واحد اوت اوف فايف. واحد اوت اوف فايف. احنا we chose الويست. وزي ما قلنا في areas كتير of the problem. ايه ال other four sectors اللي نقدر نفوكس عليهم اكتر، اللي يقدروا يديني opportunities مختلفة وتقدر تشتغل فيهم بكل الموديولز اللي قلناها من اول ال SDGs وال carbon emissions. The carbon emissions reduction is a very powerful revenue source. Renewable energy. والرينيوبل انرجي مش سولر بس، مش ويند بس، مش بايوجاس بس. في جاسيفيكيشن مشكلته ان الترانسفير بتاع التكنولوجي از فيري اكسبنسيف، وي كود ديفلوب جاسيفيكيشن بطريقه ارخص، والجاسيفيكيشن بيشتغل على الرينيوبل ويست. البارت التاني ترانسبورتيشن، ديفلوبينج ا سيمبل سولوشن
فور ترانسبورتيشن عنده جاب مرعبه جلوبال ادوبشن. احنا شايفين النهارده كل الشركات الالكتريكال ايه اللي بيحصل فيها، لان جلوبال دايركشن 2030 و2040 از ستيجز فور الكتريكال فيكلز جلوبالي ما فيهمش فصال. وفاينلي جرين اجريكلتشر اركيتكتشر، لان جرين اركيتكتشر يوزنج سمارت سوليوشن that will reduce and more have more efficient processes جوه الديفلوبمنت بتاع السولوشن من الاول that will enhance the structure and that will help you a lot to have a constant revenue stream من الكربون كريدتس. وفاينلي الاجريكلتشر يمكن ده بقى ايه حياتي دلوقتي كلها، انك تو ديفلوب. احنا مصر we are an agricultural country، ده البيز بتاعنا وهيفضل طول عمره معانا. 24% من البوبيليشن في مصر اللي شغاله في الاجريكلتشر سيكتور. الاجريكلتشر سيكتور يمكن البراكتسز بتاعتنا مليانه تشالنجز كانت مش بسيطه وفيها جاب كبيره جدا. That's why having a structured approach ان انت develop solutions للاجريكلتشر، ده عندك في الاجريكلتشر من اول البريدز، الووتر يوسج، الفيرتلايزرز، ويتش كروبس، ويتش كروب روتيشن، how to build more financially stable model agriculture. انت عارفين النهارده although agriculture represents almost as far as I remember the number 13% من ال GDP بتاع مصر، كانت من 3 سنين بتربريزنت 1% من بورتفوليو البنوك. طب ايه ليه الفرق ده كله؟ عشان ما عندناش solid data عن agriculture. الزراعه في مصر ما فيهاش اي data. Just having good structured data collection module يتعمل للagriculture sector ده definitely will have a lot of investors that will be interested، لأن ده هيبقى source of information to be able to إن أنا أقدر أفاينانس الناس دي عشان أقدر أسيلكت ال good people أو المزارعين اللي عندهم capacity كويسة. فالسبيكترم واسع جدا في الجرين الانفسترز، لان هم كمان بيبصوا على lower multiples، عندهم appetite اكبر. والابيتايت الاكبر دي يمكن هخش السلايد الثانيه عشان كلمه ابيتايت جت دلوقتي، بتتلخص في السلايد دي. انت متخيلين جلوبالي كل ستارت ابس بعد سيليكون فالي بانك ما عمل بانكربسي وقابله تشالنجز حصل ريدكشن كبير في الايكويتي ابيتايت وبقينا نخش ايفالويشنز بدل اصعب. انت وصلت ان في الجرين اندستري تريبلينج للانفستمنت اللي دخلت ولسه الموضوع ماشي مكمل، لان مفيش سولوشنز والدنيا بقت ما فيهاش ايه اي اذر اوبشن اكسبت ان احنا نقدر نوصل لديفينتلي بيتر سولوشنز، لان الجاب كبيره قوي. اوكي طيب لو هنبص على مثلا انا واخده كاكزامبل عشان معانا الديتيلز بتاعته، الماركت بتاع الويست، انت متخيل يعني ايه النهارده عندنا البوتنشال اوف 2.1 جيجا وات اوف انرجي بلانتس في مصر بيست على الغاز او الكهرباء يتعملوا في مصر with a positive IRR above 18%. بتقسم في مصر السيكتور ده ل almost 1 جيجا على الانيمال اكسكريمنت او مخلفات الحيوانات، بعد كده مخلفات البلديه او المنسبل سوليد ويست، مخلفات التصنيع الغذائي الاجريكالتشرال ويست creating 800,000 jobs requirement 8 billion dollars of investments. انا بديك just one single sector one part of one single sector that will raise a huge amount of investments. Okay؟ نيجي بقى للسباب اللي احنا عاملين نقول عليه من الصبح ده. طب ايه هو السباب؟ السباب it's ده هيخليك كده انت once you were able to develop a solution بالحته دي ال scalability وال capacity بتاعت البروجكت بتاعك is endless. ليه endless؟ عشان carbon border adjustment mechanism هو ببساطه it's regulation نزل جديد من الـ EU والـ US. دوره ايه؟
اختار ستة مين اندستريز. فيرتيلايزرز اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه زي اليوريا والنايتريتس، الحديد، الاسمنت، الالومنيوم، الكهرباء، والهيدروجين. الستة اندستريز دول مش هيتصدر البرودكت بتاعهم في يناير 26 للاي واليو اس لو عنده كربون فوت برينت عاليه. قدامك حاجه من اتنين، يا تقلل الكربون فوت برينت يوزنج بروبر سولوشن، او هتدفع بينالتي على كل فود كل طن برقم كبير جدا هيخليك تخسر. and this is the model to enforce كل دول العالم اللي هتصدر بيهم انه لازم يمشي على الاوبجكتيف بتاع الريدكشن بتاع الكربون فوت برينت. طب تعالى نبص كده على السكيل اللي على الشمال ده، هنيجي نلاقي ايه؟ مين اكتر دوله في العالم بتصدر الستة دول كبرسنتج اوت اوف الاكس بتاعتنا؟ طبعا الحمد لله، الحمد لله بلدنا الجميلة which is a very high risk، بنتكلم في almost 46 to 47% من الاكسبورتس بتاعتنا في مصر، و is at that risk within سنة ونص من النهاردة. فالديماند ان نلاقي سولوشنز، احنا بنتكلم، احنا بنتكلم، تخيل انت بتتكلم في ايه؟ 48% من الصادرات المصريه. يعني ايه؟ يعني الشركات دي لو قدرت ديفلوب سولوشن تقدر تدفع لك بالدولار، فتقدر تريز بالدولار، الريسك بتاع البلد بالنسبه لك قل، اتسترا 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 اتسترا. 48% من الشركات الكبيره المصدره بتدور على سولوشن يقدر يخليه يصدر قدامه سنتين، والامباكت مش بس كمان سنتين هيبدا هياخد يقلل، ده عندي جراديوال تقليل لحد 2030. This means ان عندي جاب مرعبه محتاجه للانتربرنورز تو ديفلوب سولوشنز يقلل الكربون فوت برينت باي واحد من خمسه السيكتورز اللي قلناها من فوق، والكونتاكت بتاعتي معاكم ممكن اللي عنده السولوشنز وي كود كو ديفلوب ات، عشان فعلا فعلا في فورس رهيبه ضغط على مصر، مش مصر بس، واديكم شايفين بقيه السكيل من تركيا جنبنا والهند وساوث افريكا وموروكو والبرازيل وغيره، فور تو ديفلوب جود برودكتس جود سولوشن اللي هيقلل بيه الفوت برنت بتاع البروسيس بتاعته. ده انت هقول لك ايه، ده انت لو قدرت تكبر بس الكلارك اللي يشيل بيه بدل ما يستخدم سولار عامل تولز بسيطه ترفع، ادي قللت الفوت برنت بدل الديزل اللي بيستخدمه، اتسترا اتسترا، عشان يقدر يبقى عنده بيزنس كونتينيوتي. اما تتكلم مثلا شركه زي لافارج في مصر مش هيقدر يصدر اسمنت، هيقف حديد عز، هيقف ابو قير، هتقف كل الكلام ده. challenges you need to develop solutions اللي يقدر يخلي ان كل الشركات العملاقة دي عندها الديماند. طيب اما توصل للسولوشن بوسط التشالنجز هتلاقي الابيتايت، الابيتايت خلاص رهيبة. يعني انت متخيل كل الماركت بينزل فيه الانفستمنتس او بقى مور كوشس والابيتات اختلفت، وهنا الابيتات از تريبلينج، تريبلينج في الوقت اللي بيلي فيه، ده معناه ان هي مش تريبلد، هي اكتر من كده كمان، ونتكلم على 270 بليون دولار. فانت ده 2022 و2023 از ايفن مور. عشان كده هي نرجع بقى الكلمه بتاعت كولين باول، ممكن انا مش من اعز الناس اللي بيحبوا، بس الكلمه دي كانت قويه قوي بالنسبه لي، ان فعلا ما السكسس هو ببساطه you are well prepared و good و hard worker بجد، وتتعلم من كل التشالنجز انت عملتها، قدرت تديفلوب سولوشن ويل تيست، ونحط تحت ويل تيست دي 100,000 خط، وكمان عندك ماركت جاب كبيره جدا في مصر. احنا مصر اكبر دوله في العالم محتاجه جرين سولوشنز، انت متخيل بنقول ايه؟ اي حد اتكلم عن جرين سولوشنز كان يقول لك قبل كده لا لا مش هيتطبع ده، خلاص يا فندم انت قدامك سنه ونص لو ما قلتش فوت برنت انت هتخسر 50% من صادراتك كبلد. فالنهارده اتس هيفن للانتربرنورز ان يقدر ديفلوب سولوشن يقلل الفوت برنت لكل سته مين اندستريز بتصدر، فمعاه دولار فيقدر يدفع لك دولار، فتستراكشر البيزنس موديل بتاعك بطريقه سستينبل، وكل الشركات دي غصب عنه هيسستين معاك البيزنس لانه مش هيقدر يخسر 60% من السوق ده في العالم، لان الستة مين اندز دول 60% الماركت بتاعهم في الحته دي.
فذاتس واي دايما بقولها عندي بقى السلوجن بتاع الشركه: the best way to predict the future is to create it, because literally we are the only ones who are creating the future. عشان كل entrepreneurs في كل السيكتورز الثانيه they are creating new business, دي بياخد البيزنس لإيرا جديده, بس احنا we are creating the future itself. عشان كل الجري ايكونومي ده هيموت وما فيش قدامنا سبيل غير الجرين ايكونومي. سيمبلي كده احنا قلنا الستوري كلها, و I'm here opening my ears for any discussions. Thank you very much. بشكرك جدا جدا جدا، وكمية التيك اويز اللي احنا خدناها النهارده من السيشن غير طبيعية. انا يمكن في حاجات كتيرة جدا جدا ممكن نتكلم عليها بشكل كبير النهارده، بس عن يعني كل حاجة ليها سيشن لوحده. بس انا برضو يعني خلينا ناخد الفرصة دي ان احنا ناخد اسئلة الناس. في ناس كاتبة اسئلتها، يا ريت اي حد عنده سؤال يا ريت يكتبه في الكيو ان اي سيكشن. ولو في اي struggles يا ريت حد يقول لنا برضه لو عندهم اي مشاكل. بس في انا مثلا سؤال اولاني: What kind of stations are you using to sequestrate carbon? Can you describe it please? What kind of ايه؟ الكلمة اللي هي سيكوستريت. انا عارف sequestrate سيكوستريت كويس. لا انا بتكلم carbon carbon اصلا انا شايف فين كويستشن اقول لي نمبر. اصل انا واخد الاسم, انا عندي عثمان هو اسمه اللي سأل السؤال محمد الحفناوي. حفناوي. كان ستارت اب ان ان ايه؟ ايدينيشن فيز. سوري في عثمان يعني كان في اللي هو السؤال اللي بعديه بقى اللي هو what kind of situation you're using sequestering What carbon. kind of stations are you using to sequester carbon? Can you describe it? طيب احنا عندنا في حاجتين مختلفين. اوكي, في اللي هو الكربون سيكوستريشن وفي الكربون ايميشنز ريدكشن. طيب احنا بنعمل ايه؟ انا النهارده بعمل ايميشنز ريدكشن في البروسيس بتاعتي عن طريق ان نورمالي كان الميثين ده من الكاو مانيور هيطلع لوحده بكميه كبيره جدا في الهواء, لان احنا بنشتغل مع 5000 بقر. فاحنا بنعمل ايه؟ بنكولكت دوت as fresh as possible, وبنعمل من كابتشر كل الميثين ده, والميثين يطلع لنا ايه؟ بيطلع بيه انرجي او بيبقى بعد كده بيرند في فليرز لي سي او 2. فدوت انت حولت الميثين لي سي اتش فوق لي سي او 2, فدوت انت قللت 27 فولز, فدوت الاميشنز ريدكشن. فدوت طريقه الاميشنز ريدكشن اللي احنا بنعملها. طيب السيكوستريشن, احنا عندنا نوع من السترينز بتاعت البكتيريا اسمها الكاست 1. كاست 1 بكتيريا دي ديت اتس اور اون سترين, بنزود بيها حاجه كده بنسميها بالفيرا ستاندر الاس او سي او السول اورجانيك كربون, بطريقه الميجر اند ريميجر بنزود بيها الكربون في السويل, فكانك بتاخد الكربون من هنا وتثبته في التراب. Perfect. ده كده كل Okay. كان في سؤال عن البروجرام ذات نفسه اللي هو can start us in ideation phase participating green growth program or only established projects. هو بيسأل basically the startups اللي في مرحلة الفكرة ممكن تقدم في green growth. هو للأسف الوقت الحالي لا، بس ممكن تقدم يعني كده كده ممكن تقدم فكرتك، واحنا كده كده هنعمل زي حاجات مساعدة للايديشن ستيج. فلو حضرتك حابب تقدم وناخد الستارت اب بعد كده مثلا في ورك شوبس تانية ويبينارز تانية لغاية ما توصل لمرحلة ان البروجكت يشتغل، كده كده برضو هناخد الليست من الناس اللي هي في الايديشن ستيج او محتاجة تأسس شركتها. ده احد الاساسيات في البرنامج ان لازم الشركة تكون مؤسسة اصلا في على القانون المصري، ويكون شغال وعنده عمالة يعني، أو مش لازم يكون عنده عمالة، لازم تكون الشركة شغالة يعني. فلو كده ممكن تقدم، وإحنا بناخد الناس اللي هي مش بتفيت الكرايتيريا قوي وبنبعتهم لبرامج تانية، أو بنعمل لهم حنان لهم زي حاجات تدريبية صغيرة لغاية ما يوصلوا لمرحلة إن هم يقدروا يخشوا البرنامج. السؤال اللي كده اوكي اللي بعده بيعمل سيف، مش هصدر ده احنا ردينا عليه اوريدي. اوكي
صامويل جرجس كاتب we developed three different solutions and three different startups we hope to contact you soon. فأستاذ حاتم يعني هم ناس كتير طالبة هنا يعني يتواصلوا معاك بعد ال no ال problem. انا الايميل بتاعي ممكن اقوله على طول، حاتم دوت الجمل، حاتم اتش اي تي، انا ممكن احط على الجروبس، على جروب شات اساسا صح. احسن بكتير. اوكي ثانية واحدة، no problem، تخليني بس ايه فين الشات، ما فين في سؤال هنا من محمد بيقول قوانين البصمة الكربونية بدأت تطبيقها؟ طيب. هو احمد ده سال 3 اسئله، هو عنده تقريبا مصنع ملابس او له علاقه بمصنع الملابس، فسال ايه القانون البصمه طبيت ولا لا، وازاي المصنع ملابس يقلل بصمته، واخيرا لو ما قللش ايه الضرر عليه. هنبتدي من اول حاجه، البصمه الكربونيه ده قانونها مطبع على مستوى العالم من زمان، احنا في مصر كنا شايفين ان ملهاش الاهميه دي ان احنا نشتغل عليها، بس السيبان حط علينا ايه سكينه، واحنا للاسف اكبر ضحيه في السكينه دي، فبقى القوانين متطبقه، وفي بقى في جزء في حاجه اسمها فولنتري ماركت كومبلاينس ماركت، مش هخش تفاصيلها، بس احنا نعتبر من سمينا سوق تطوعي لخفض الانبعاثات الكربونيه. ده كده كمبدا ايه؟ كمبدا قانون. طيب مصانع الملابس ديفينتلي تقدر تقللها في طريقه استخدام قماشك وخاماتك اللي بتستخدم بيها والطاقه اللي بتستخدم بيها لشغلك. طيب ده الامباكت بتاعها بالنسبه لك ايه؟ وده اللي يهمك اكتر حاجه. مثلا حاجه زي سي اند اه، اي شركه ملابس عالميه عشان تقدر تصدر لها لازم يكون ليك فوت برينت قليله عشان ما تزودش بصمته هو، وفي نفس الوقت لازم هو شخصيا يكون، هتلاقي عنده سيكشن خليني اقول كده اسمه الكربون نيوترال جارمنتس، اللي هي الملابس اللي لم تتسبب في انبعاث اي نوع من انواع الكربون. تمام، ده احمد. عندنا ايه السؤال اللي بعده؟ السؤال اللي بعديه، المحافظات اللي بتشتغل عليها تقليل الانبعاثات الكربونية، هل فيها عائد مادي للأطراف المعنية مثلا زي الفلاحين؟ بلا منى نقاش، هناخد مثلا حاجه زي واحد بيزرع رز، عشان اخد رز بعينه، واحد بيزرع رز ومش زارع مثلا فدان، فدان طبعا مش هينفع نشتغل على فدان، بس ان نبقى مثلا قادر يعمل مجموعه، هيبقى هو مثلا بنسميه مايكرو انتربرنور، هياخد مثلا 100 فدان، هيبقى واحد من هناك الانتربرنور دوت يتابعهم، يتاكدوا انه يمشي على البروسيس بتاعه خفض الانبعاثات الكربونيه في الرز عن طريق تهويه التربه واستخدام اسمده بديله وغيره. الفلاح نفسه هياخد مباشره فلوسه يقبضها بالدولار كمان على خفض الانبعاثات الكربونيه اللي عملها، والمارك والانتربرنور هياخد نفس الايه؟ هياخد جزء من المبلغ ده عشان انت قللت الانبعاثات الكربونيه، فانك تقدر تعمل بروسس بتاعت الكنترول، حط تحت الكلمه دي 100 خط، ده هو الفاليو بتاعك. بعد كده اوكي اي ثينك بقى السؤال، كم شجره تخرج طن كربون وتتحسب ازاي؟ لو حابين نشتغل على كده، الشجره دي هنقول حاجه بسيطه قوي، الشجره زي شجرة الجزورين بتطلع من 15 سنت لربع سنت لربع دولار في السنة، بس لازم يكون عدد كبير، هتعمل مثلا مشروع مثلا 100,000 شجرة يتعملوا والانتربرنور يبدأ يشتغل، ونجيب له الفاند اللي تقدر تفند الموضوع ده وتعمل بروسيس كاملة، بس لازم عدد كبير على بعضه في منطقة واحدة تحط له البلان بتاعته، الرقم في ده في السنة، كل طول ما الشجرة عايشة الفلوس دي هتتاخد. اتفضل. بس كان في سؤال احنا نسيناه، يعني هو هل تم استخدام الميثان في انتاج الكهرباء؟ هو قدرتها كانت قد ايه؟ وليه ما فيش اهتمام بالبايوجاز في مصر؟ طبعا احنا طلعنا البيوجاز، واحنا عملنا من 2015 المشروع بتاعنا موجود، وبعنا الكهرباء على الدوله، وشغالين ب 3.5 ميجا وات اور، مش بنتكلم على حجم صغير خالص، 3.5 ميجا وات، الميجا بتكلف في الكف حوالي 7000 شقه، فبنتكلم في 25,000 شقه في مصر كانوا شغالين بالكهرباء بتاعتنا، بس للاسف تعريفه شركه الكهرباء المنتجه من المخلفات
سيئة جدا في مصر، عشان كده احنا اتجهنا اكتر للغاز، لان الغاز هو بعد السيبان ربنا يخليهم اوروبا ما نطبقه بقى ليه ديماند غير طبيعي. أنا عندي مشروع خاص باستخدام المياه الصرف في المعالجة في زراعة محاصيل القطن وإنتاج الحرير، هل فيها آلية لتنفيذ المشروع وتعميمها بشكل أكبر ليصبح على مستوى الجمهورية؟ هل حاجة زي كده ليها ديفينتلي اهتمام؟ ده هيبقى ليها ماركت ممتاز، تمام، بس لازم عندك بيرفكت سولوشن، وانصحك بالتوجه فورا لشركه اسمها اولام، اولام او هتلاقي او اف اي ضغط المختصر بتاعها، تصنعهم في 6 اكتوبر عند المهندس احمد البنا هناك، ان هم بيديفلوبوا سولوشن في زراعه القطن تحت البيبوت، دي شركه امريكيه وبتدور بسرعه، فهتلاقي يعني ايه ابيتايت رهيبه في الموضوع ده عشان تديفلوب السولوشن بتاعك. تكتب على جوجل بس اسم الشركة هيجيب لك الاسم الكونتاكت وتروح لهم على طول. How much do they pay farmers to capture carbon per ton, for example? يعني farmer بياخد قد ايه في الطن؟ اه بص، هو طبعا على الطنه ويعتمد هو عمل قد ايه والمساحه، دي طبعا دي فيري 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 كومبليكيتد ميثودولوجي، بس المزارع ممكن ياخد على الموسم من اول 40 دولار لحد 80 دولار في الموسم، يعني لو يزرعوا سنتين يجي له 200 دولار كده على كل ايه فدان، هو ان هو بس خد باله من كام حاجه بسيطه. ماشي، قانون البصمة الكربونية هل تنطبق على إدارة المخلفات؟ طبعا وده شغلنا احنا اصلا، دي الشهادات بتاعتنا الموجودة على اللي موجودة على الفيرا ستاندرد بيزد على نفس الكلام. هو في حد رفع إيده شكله عايز يتكلم، فعلي ماهر إحنا هنفتح لك المايك، بس يعني ريت يكون السؤال ريليتد للسيشن. اتفضل. ثواني كده حضرتك، تمام، اتفضل. اتفضل. هو حضرتك انا الفكره بتاعت القصه دي انا شغال عليها بالفعل، فزي ما بقول كده دلوقتي حضرتك بتختلف بين نوع شجر والاخر، ولو عايز اشتغل على الطاقه الشمسيه برضو ازاي حسابها برضو، ان انا كبصمه كربون وتدوير المخلفات الزراعيه، ان انا همنع الحريق عند المزارعين بإنتاج الكومبوست وإنتاج السلاش برضو إزاي بتتحسب، والشجر قائم هل ولا لازم يبقى شجر جديد؟ ففي كذا سؤال كده في ذهني، أنا شغال على الموضوع ده بالفعل، يعني بعمل كده ومخطط ليه كده وإن شاء الله كده يعني إيه. والمية البطاقة المية اللي هي على مياه الصرف، الزراعة على مياه الصرف، المعالجة برضو دي بتدي لها، يعني عايز أفهم كل حاجة على من دول، تدوير المخلفات الزراعية سواء إنتاج الكمبوست أو السيلاج مع المحاصيل، بتقدر تحسب إزاي البصمة الكربونية بتاعتها واستفاد إزاي كده وأقدر أقطع المزارع إزاي. بالنسبة للمحاصيل أشجار قائمة ولازم أشجار جديدة، والطاقة الشمسية والمياه الصرف. طيب شكرا اولا لحضرتك. لازم اشجار جديده، اشجار قديمه ما ينفعش، لان ده اسمه السوق، احنا في مصر نطبق على حاجه اسمها السوق التطوعي، انا بتطوع لخفض الانبعاثات الكربونيه، فاي حاجه قائمه مش هينفع، تمام، لازم شجر جديد. نيجي بقى تدوير مخلفات زراعيه بلا نقاش، انك تمنع الحرق وتمنع وتدور المخلفات دي وتطلع منها كومبوست، هتاخد عليها ليها معادلاتها، اكتب الرقم ده كده، هو اسمه الفيرا في اي ار ار اي 0042، ده عباره عن المنهجيه او الميثودولوجي بتاعه احتساب الكربون كلها بالتفصيل على كل واحده من دول، بمجرد ان انت ما تكون خلاص وصلت لمساحه كويسه بنقدر نوصلك بيه اللي هم الديفلوبرز، الشركات المتخصصه اللي بتاخد الملف بتاعك على المفوضيه الاوروبيه لاحتساب الخفض، لحد ما تصدر لك الشهادة وهم كمان يبيعوها لك ويجيبوا لك الفلوس. طب الطاقة الشمسية حضرتك والمياه الصرف؟ الطاقة الشمسية كذلك، بس عشان خلاص الطاقة الشمسية بقت حل متداول قوي
وحل خلاص ماتيور كفايه، مش فالعالم مش محتاج يدعمه، فشهاداته ما بلقاش ليها ثمن كبير دلوقتي زي زمان. لكن ان انت تيجي تعمل ايه بقى، ركز في الكلام ده، ان انا جيت مثلا حد خليته يزرع يسقي بالطاقه الشمسيه بدل ما هو بيطلع كهرباء بالطاقه الشمسيه، فبالطريقه دي انا عملت ايه، استبدلت، كان هيولع في شويه ديزل اللي كان هيشغل بيها طرمبات وبقى شغال بالشمسي، الفرق ده يتحسب بيه شهادات ويطلع له بيها الكربون. والزراعة على مياه الصرف، الزراعة على مياه زيادة الصرف. أهم. بص لا لسه لا ما لا أشوف. آخر أنا سؤال، عن معلش نفسي اتفضل. آخر سؤال، هيبقى آخر سؤال لعلي ماهر، معلش أنا بس يعني حضرتك جاوب عليه، بس هو علي عشان بس نحفظنا على الوقت، إحنا هنضطر إن إحنا نخرجك دلوقتي علشان في أسئلة كتيرة قوي على الـ Q&A. بس اخر سؤال دوت، انا ما عنديش منهجيه واضحه شفتها لخفض انبعاثات الكربون باستخدام ده، لكن اللي اقدر اعمله لك او اللي يقدر يتقال ان انت مجرد استخدامك لميه الصرف، فانت كده بتعمل حاجه اسمها ريسورس افيشنسي، يعني بتستخدم الطاقه بجوده بكفاءه عاليه، بتستخدم ميه بكفاءه عاليه، فده بيديك خفض انبعاثات كربونيه عن طريق المحاصيل اللي انت زرعتها، لانك عملت كربون سيكوستريشن، ثبت الصلب، ثبت الكربون في صوره صلبه. في ناس بتطلب هنا resources وكتب علشان أو حاجة ممكن يقروها علشان يستفيدوا أكتر، فلو طيب حضرتك عندك أي resources ممكن خلينا نقول نشارك. اول هو اكبر حاجه طبعا الانترنت بقى فيه كل حاجه دلوقتي خلاص، ما في والاي اي بقى فيه كل حاجه، بس انا هرجع هنا اقول حاجه مهمه قوي هتسهل على الناس كل حاجه. انت عندك في حاجه اسمها الفيرا ستاندرد والجولد ستاندرد، دول هم ستاندرد تو ستاندردز، شغلتهم يعلمك ازاي تحسب وتخش توصل بيها لكل الارقام دي، وعليهم هتلاقي حاجه اسمها، اكتبوا الكلمه دي، اسمها كاربون ديفلوبرز. كاربون ديفلوبرز عباره عن شركات شغلتها في الحياه فقط انه يحسب لك، وهو كمان بيتحمل تكلفه الايه، التسجيل لتكلفة عالية جدا، مقابلها وبياخد نسبة من الايه، من الشهادات، بس عشان كده هو محتاج، لازم الموضوع يكون كمية رقم كويس، يعني مثلا زي ما قلت 100,000 شجرة او مساحة مخلفات زراعية رقم كويس عشان هو يقدر ياخد بيه شهادات ويستفيد منها. فتلاقي مثلا شركة زي ساوث بول، شركة زي في ان في، شركة زي رينيو، الثلاثة دول ديفلوبرز يقدر يساعدك في ده كله. انت مثلا انا زي محمد علي كان بيتكلم شويه، انا عايز اعمل ازرع، هدور مثلا 1,000 طن مخلفات زراعيه، تروح تعمل البروسيس مع اي واحد من الديفلوبرز الثلاثه دول، تمام، ويعتمدها لك ويطلع لك كل اللي عايزه. وفعلا على فكره انا شايف ان في حد ممكن يعمل ستارت اب شغلته يجمع الناس دول ويوصل بالايه، بالديفلوبرز دي. This is a very powerful business opportunity. تمام. لو أنا عايز أبيع كربون كريدت، إيه الشهادات المفروض تكون معايا، وتكلفة التكلفة أن تكون معتمدة، والإصدار والرصيد كربون قد إيه؟ الكربون يكون قد إيه؟ بمناسبة الكربون، البورصة المصرية تروحوا لها في القرية الذكية دلوقتي عاملة سنتر مخصوص لإصدار الكربون المصري، تمام، في مصر هتاخد فيه كل المعلومات اللي أنت محتاجها، وهيساعدوك تماما في كل اللي أنت محتاجه من الكربون، تمام. طيب إيه الشهادات اللي أنت محتاجها؟ أنت مش محتاج شهادات، أنت محتاج إنك تقدم حل قابل للتنفيذ، زي ما قلنا مثلا انا هعمل ايه، انا هدور مخلفات زراعيه، تروح لاي واحد من الشركات الثلاثه دول، ساوث بول، رينيو، في ان بي، اي واحد من دول لو كتبت على جوجل هتلاقيهم وتكونتك معاهم دايركت، وفعلا هو دول هيدوا لك الايه، كل اللي انت محتاجه عشان تعتمد وتطلع شهادات. هو في حد كده هنا كشركة بتقلل من الانبعاثات الكربونية، يا ريت يعني ايه؟ واحد كده بسأل نص سؤال، كشركة بتقلل من الانبعاثات الكربونية، يا ريت يعني يكمل السؤال وهنجاوب عليه. احنا كده كده اوفر تايم، فاحنا ممكن ناخد سؤال كمان، ف
طب يعني انا ممكن استاذنك احمد لو أو اسف تبعت لهم بس الايميل بتاعي عشان مش عارف ابعته، في كذا حد طالب الايميل. ماشي. طيب خلاص انا كده يعني كده هنجيب الايميل ونبعته لهم على طول دلوقتي. كده كده كل الناس اللي في السيشن هنبعت لكم ايميل في الريكوردنج بتاع السيشن، الابلكيشن، وايميل استاذ حاتم. فاستاذ حاتم انت لو تحب تختار انت السؤال الاخير اللي هنجاوب عليه برضو، ده يبقى حاجه كويسه عشان برضو يبقى لو انت شايف ان في حاجه فيها قيمه ان احنا نجاوب عليها بطريقه احسن. That would be great. احنا شركة أسمدة، وازاي نقدر نستفيد استفادة كاملة من البرنامج؟ هو البرنامج كده كده يعني هو ممكن تقدم فيه، هو كده كده الاستفادة من البرنامج كذا حاجة. انت ممكن تاخد استشارات من متخصصين في المجال، هتاخد يعني دورة تدريبية كاملة من ناحية workshops في الفاينانشال، في الماركتينج، في البرودكت ديفلوبمنت، في كذا حاجة. وبعد كده حتة برضو الاستثمارات والتمويل المالي احنا بنجهزكم وبنحاول ان احنا نقعدكم مع ناس تقدر توفر لكم الحتة دي، بنوك بقى، مستثمرين، أي حد مهتم بالاقتصاد الأخضر هنقدر ان احنا نجيبه. وحاجه كمان وهو التشابك ما بين احنا البرنامج ده في 4 دول، اردن، تونس، مغرب، ومصر. فهيبقى في تشابك ما بين الدول دي كلها، لو في حد عنده حاجه مميزه او يقدر يتعامل مع بعض بشكل ما، احنا يعني هنوفر العلاقه دي ونحاول ان احنا نساعدكم ازاي ان انتوا تبقوا شركاء كويسين، او ازاي حد يقدر يساعدك مثلا بخبرته كزميل او ايا يكن. غير كده طبعا البرنامج ده يعني دعم من اليو ان دي بي، فهم الشبكه بتاعتهم كبيره، وفابسكس لابس الشبكه بتاعتنا موجوده برضو في اكتر من حاليا في اكتر من 11 دوله اكتف، بس احنا كده كده الشبكه بتاعتنا عالميه، ف كده كده في اوبورتونيتيز لحاجات كتيره جوه البرنامج يعني. فيعني قدم، وهيبقى في سيشنز برضو بتتعمل تتكلم اكتر عن تفاصيل البرنامج. انا بس عشان برضو حفاظا على الوقت ووقت استاذ حاتم، فانا هضطر ان احنا ننهي السيشن، بس كده كده هنشير معاكم كلكم كل الديتيلز عن الايميل بتاع استاذ حاتم واللينكدين الشخصي ليه، وهو هيتواصل معاكم وتواصلوا معاه وهو هيبقى as much as possible. وبرضو هنبعت لكم appointment كالندر بوكينج ان هو يحجزوا معايا انا كولز علشان تجهيز الابلكيشن بتاعكم للبرنامج، او لو اوريدي عندكم ابلكيشن عندكم مشاكل بتحجزوا معايا سيشن ربع ساعه وبنبتدي ان احنا نراجع الابلكيشن لو في اي مشكله او عندكم اي اسئله عن البرنامج. حد من التيم عندنا هيرد عليكم، يعني انا او حد من التيم هيرد عليكم في اقرب وقت. الديدلاين بكره ان شاء الله. ف as much as possible لو انتوا ما عندكمش، لو عندكم ابلكيشن خلصوه، لو ما عندكمش ابلكيشن حاولوا تبداوا فيه، لو عندكم اي مشاكل ابعتوا لي على ايميل على طول النهارده وحد هيرفع عليكم بكره بالكتير. وان شاء الله كلكم يعني منكم حظ ان انتوا تبقوا part of the program. يعني لو ينفع ان احنا بقى في مساحه ان احنا ناخد 300 ستارت اب او 300 ايديا، ده would be great. بس يعني للاسف البروجرام ده for 25 person بس، 25 ستارت اب بس. would love ان احنا نبقى نشوف افكار جديده ومختلفه تقدر ان هي تضيف للاقتصاد الاخضر في مصر. بشكر جدا دكتور حاتم، عفوا وبشكر جدا على وقتك وعلى السيشن الجميله جدا دي، وان انت استحملتنا في الصيام، ويعني I hope ان all that يعني الناس كلها استفادت النهارده من السيشن، وان شاء الله ان احنا نستفيد منك اكتر واكتر جوه البرنامج معانا في جرين جول. ميرسي جدا ليكو وميرسي للأودينس، وإن شاء الله يبقى في ما بيننا راوندز تانية كتير. ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك جدا، ويعني صوم طيبين، ونشوفكم تاني ان شاء الله في سيشنز تانية قريب باذن الله. Good luck. Bye bye. بيست.